أرجو أن تعذروني إذا ارتج علي، فإنني حينما أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي، فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار، أكوابها موضوعة وقبابها مرفوعة حفت بها الأنوار، وصحابها من فضة ولباسها من سندس وطعامها أطيب.